بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشرك وكيل وبقلات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، باب تسجية الميت. حباب يا ميتك إن لدبوله عمر القدده وكن نفبحه والله أستره وحكو يمت. وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وحسن الحلواني، حسن بن علي الحلواني، وعبد بن حميد الكسي قال عبد بن حميد أخبرني، وقال الآخران لبذا وذلك لنا وحيدا. حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد الزهري، حدثنا أبي أبهنة وإبراهيم ابن سعد ويعقوب أبو لويهي عن صالح ابن كيسان ابن كيسان عن شاب الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن عوف الزهري أخبره ابن شاب الشيغي أن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين مؤمنين تهيذ أهيت قالت إن يتشريه سجي يا رسول الله رسول كلاه مركو النفضح وحال القدب ولي أمل القددي حين مات مركو حجابته قيريوذي بثوب حبرة معاويس يمنية بثوب من حبرة مرو معاويس حبرة مركو وادر شاط معاويسو لغكين جريبا يمن لغكين جريبا حبرة اللي هذا نبينا آد بوش على عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث أنس إلا ويدي اللي يدرك النبي محوش على إنه حده وكي أورنجري أنس وحوش على أحب ثياب إلى رسول الله الحبرة نبي وحوش على وحوز قنت أن لوقة معاويس النوع عاسة يمن لغكين ومرك حبرة هذا أنه قرن مينه ونوع معاويسها كمده معاوزا هذا سيلون يسمرنت معاي باش سمتر هندي إيو أحنا عاسس من الديجر نوعيد بهذا لك الدوية مرك معاويس قبو وانحرف بدن اللهين وانحاد يتماه كل قينين حقا أن توب من بياهي وهذا في عن حبرض سجي رسول الله رسول كلاه وحال قد بولي حين مات مركو دقيريوذي بثوب حبرة أي بثوب من حبرة مرك معاويس أيا النبي مركا لقود دبولي. وحدثنا وإسحام إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر قال أخبرنا معمر ابن راشد أبو عروة اليماني حا. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد صاحب السنن والمسند القرنيسين أخبرنا أبو اليمان الحكم نافع القضاعي شيخ البخاري أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بهذا الإسناد سند كاد أتصومرتين بكوريين سواء حديث كي هو مثل ماذا حق اللفظي بخاري حديث كان أبو اليمان بكوريا ومسلم قد بقى سريا مالبضان مرك أخبرنا أبو اليمان بأسوي كوريا ماشا مسلم وأبو اليمان أسمر واسطة الدارمي أسمر دارمي صاحب السنن أبو محمد ماها ننك أبو عثمان أبو سعيد ماها عثمان بن سعيد الدارمي ماها صاحب كتاب الرد على الجهم والنقد ماها إذن ساسي كوريين ويقولون لفتك هذا إنه صوم الرأي أي كوريين باب كحوب باب إذا الشيخ وإنه سنة هاي ويقولون أكسنت الروح ميت كمركو ونفبحه إن لا أستره ومرق روح سنة موانا أكسن لغو أستره أستردون هذا ما دام ميت كون نفبحه مرأة اسكوها جن كرين وإن ماذا حيسة إلى اللوهيسة مرأة سيدة أصل لغو الضوبة اللغها لغو سوق قبطواص لغا مريو مضح نواص لغا مريو سيدة أصل لغو الددو سمرك سيانة الميت ميت كالغو إلى الله لغو دوريا إيش كود عايسي إيو تدك قاركو دد مدى الروح قد دهيان وركي وجهي سي إنديه سي أركاني أفكي سي إيو أيا لدي دانيا هاي ونفتها ديه ميت كمرك أركتوا قد ده دد يدني بوا وعلى سلسلة مركوا سنوي كلهم مريد مركا الله لانا وقف عن لغو أسطورها دي معاويس تاسوك الله له وأنا أكسنت يديك الظهر أدير أي لغة أسطورة واجبنا معها واجبنا ما هو سن سنوي باب في تحسين كفن الميت وباب يها إلا وناتيو لا غاتيو ميت كفن كيسي مرة لو كفن ياك. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال أبو موسى الحمال وحجاج ابن شاعر حجاج بن يوسف ابن الحجاج ابن الشاعر قال لبذا وذا وحيد هذا حدثنا حجاج بن محمد المسيسي أثبت الناس في ابن جريج بالله إلى هذا هذا نسوك قادنا إياه
قال وحوري وذات كاس حجاج بن محمد قال ابن جريج عبد الملك وحوري بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وقرن إيسان أنه سمع جابر أبو الزبير وحوش يقي إنه جابر مقلي بن عبد الله يحدث كتبنا يا حديثك كما الشيقي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما نبي قال ما ينخد بيو مسلمين تالله الله أنتم من بركي مسجد كيزي بركة كوري فذكر وحوث بره شيء رجلا من أصحابه من أصحاب تساكمي ذا أيو شيقي وقبض لو أفسدوا قيريودي فكفنا لغو كفنا لغو أستوري لرأهان في كفن كفن نوال آخرية لكن ولغة رديئي وذاتها قرقود ليهن في كفن كفن لغو كفنا لغو أستوري غير طائل آن سيون أكسنين غير طائل بمعنى آن وراكسنين ليتا كفن أن رمي استرين ونظيف أهين بالغها الله كفن قال أما وحلقها الله باتفاق أهل العلم مرضو كفن ماذا يذي وناقذ ومحوين النظيف تاي مركام ها عصبوناتو أما مرلا دقي ما يلهن نقطين مرا وناكسن ونظيف على الربا مذب كيلي ذهينا كودوني بها النقطو وحانسيفة مذب كعد وإنك صومر كف فكفنا وحلو كفني في كفن غير طائل أي غير حسن غير نظيف غير جميل مرا وناكسني وقبر الليل هبين من والدوغو والحبالي فزجر النبي نبقى أمد كره بمانك وحي كدن بي أن يقبر الرجل روح مسلم كإلا حباله بالليل هبين نمو حتى يصلى عليه لا لقد تكده إلا أن يضر إنسان آدم إن لو دبا تقليم مويين إلى ذلك أرن كإن هبين نمو لدوغو روح إن يضر روح تمويين افتين يحل يقرح سجد هل لدوغو وقال النبي هو النبي يقول عليه الصلاة والسلام إذا كفنا أحدكم مدكين هدو كفنا أو كفنا أو استغاوش أيضا أخاه ولالك هدي أي هوش زوق بسطو مركز أو كفنا أيو كفنك كحر أيام أو أحر أيو فليحسن هوا ناتيو هاو الدورو كفن وناكسن كفن أو كفن كيسة أبو الزبير حديث كوالغو متابع عن جابر وهب منبه أيام متابعية عن جابر عند الحاكم طيب حديث كنا مسلم لو ذاك ولو وريا أبو داود النسائي ونصوم مرتين أسوق بخاري ما وريا حديثك تحسينك كفنك لقاها الله يعني عند أهل العلم وأن لبعون نظافة إيا مذبك هذه كفنك ورالك أولا كنيسم كفن عادك كفن مرعد مرعد عدنا وحالله دورت مذبه يقول ونكسنتهي تفاول ونكسنته وكتشرة وسخنا مقرسته وحي كم كل عدربوه ولقا أركهايا ونكم مقانية نبينا واجعل عليه الصلاة والسلام أمرنا وكب حيي إلا سوكفنا أمر الله حده مد اللبات والنظافة كفنك وإنه مرك عادي هاي حقنا النظيف هاي دوك إيوه دار لا يستعمل كودون بها النقضة يكو عصب بها النقضة حديث كان مرك وأصح حديث في الباب تحسين الكفاني حديث قصة أرورت حديث كو صحيح سنوي ساسون مسلم أدورتي ولذلك أبو جعفر العقيلي في الضعفاء الكبير حديث باكو كنت مطبقا لك حديث أنا مركز ضعيفي مركز وحيلي وقد روي عن جابر ابن عبد الله عن النبي بإسناد صالح مطنقا وكاني ومن حديث أنس وضعيفي كذب وحور حديث كان لفظي سوحلو ورياه من حديث جابر عن النبي حديث كولي بإسناد صالح وحديث كذا مسلم وورنا يتايسان بأتشي ذا كفنك وانا جنتي سي قرحنتي سي هكا جنتي سو حيابها لسوء امري اما شرع عضو اتش علي ستو حاكم ذا حديث كان اسبع عدي قف والباء وحلو كفني بالغوص وصار يا ابو ورني كفن هنا او دمال او دل دلول او وسخي سادل او كفنو كان بات كسو بحي نينك هاوش هذا قبطين اخر او كعبو بي انهم يبعثون في اكنافهم ويتزاورون في اكنافهم بحديث كيمت وذا دا ضعيفية وذا دنا وحيلة وحديث صحيحة له شواهد وله طرق كثيرة إنه حسن يا إبن حق بدن كفن كاس لقو حبالي لقو دوغي بي أمواد اسكوب وقنطونا إلى حياة البرزخ رقدقاق إنه إن فهم كريم با كتيرة آخرنا والله اسكوسو صاري وانا اسكوب وقنايا كفن كاس الله قرحي إذن كونا هذا مركز ميل هذا إيسان أما مناسبة وبحيسان أما قرابة بوقنا إيسان أما صاحب زيارة إيسان لرغم أكسن بدور إيسان وإستاق إيسان وإستيس إيسان وإضاشان إيسان وإضفيران إيسان وإضسابين إيسان
qofka muslimka adduunyada ka tagay ee aakhira loo sagootinayo maxaad maro xun ugu xidhaysaan maro wanaagsan oo quruxsan ama nadiif ah hadday doonto aysan cusboonaanine ha loo xidho weeye oo jirkiisi wada gaadhaysa maxaa yeelay waa lagu soo saaraya waana isku booqanayaan xadiidka hadduu daciifana waxaan ugu filay in la yidhaahdo nabiga ina faray calayhi salaatu wasalaam waana amar qadiyada labaad ee ku saabsan ee habeenka in laysduugo culamo badan baa hawsha u arkay inay karaahad tahay wadaadana dhib malay leeyihiin wadaadana dhib malay leeyihiin xadiidkan laakiin nahyigiisa maxaa lagaga jawaabay haddaba haddii sidaa la yidhaahdo oo nabi maxamed baa habeennimo la duugay abuubakar baa la duugay saxaabo badan baa la duugay nabigoo goobjoogaha la duugay saxaabada qaarkood wax dhibana oo muusan arkin marka xadiidkan maxaa lagu samay nahyigiisa waxayleey nabigu hawsha wuxuu u qoonsaday habeenku wuxuu aana u yahay qofka in la midi raaciyo in la maqluubiyo la iska boobsiiyo oon si fiicana loogu tukanin xabaashana aan laga bogo noqdotaankeeda iyo xaalxaalkeeda hagaajinteeda kafankiisana aan laga baaraandegin b yuu aana habeen u yahay waad aragtay inu habeenkii waxaad qabatay aroorti baad fiirin muxuu ahaba adi waxaan xalay goorma waxaan samaysa waxaad la yaabto haweenku markii hadda habeenkii samaynaya ama falki ama heryada ay samaynayaa haddaysan iftiin fiican helin falkooda inay aroorti dib ugu noqdaan bay u badanta habeen waa taqaana waa iska hawlo badan yahay sidaasuu nabigu u qoonsaday oo habeen wuxuu aana u yahay in ruuxu muslimka kafankiisa aan la hagaajin dad badan oo ku tukadana aan la helin xaqi qofka muslimkan sagootinayna in laga soo bixi waayo ayuu habeen aana u yahay saasuu nabigu u kooday laakiin haddii hawshaa laga baaraandagoo si fiican nala inoo shidan yihiin sida hadda magaalooyinka ku badan sida maalinka kooan ruuxa loo duugayo wax dhiba male culimmadu leeyihin waana hada huwa sawaab hada huwa sawaab ciladay qoonaa sida nabigu muxuu u qoonsaday fakufina fii kayri taa'ilin marka laakiin waxaan muran lahayn dharaarnimo iyo habeennimo waxaa wanaagsan dharaarta marba hadduu nahi yimid oo ta'wiilkiisuna laysku hayo intaad awoodi karto ruuxa muslimkaa xilli iftiina in la duugo lagu tukado la xabaalo la kafno ayaa wanaagsan baabu lisraaci biljanaaza wuxuu baab yahay degdegidda lala degdegaya janaasada waana mustaxab cinda aljumhuur qofka meydka marka la qaaday loo sii wada qabrigiisi waa inaan lala luudin la luudiddu waa dhaqan yahuudeed waa dhaqan nasaaro dhaqan gaalo weeye dhaqan muslimiin ma ah waad aragteen hadda marka iyagu meydkooda wadaan way tallaabo tukeynayaan xaga dhulkay ku siqahayaan tartiib bay soconayaan idan haddayna anagu muslimiin nahay oon meydka aan qaadno ama aan gaadhi saaro ama aan tunka ku qaadne waa in lala laxaadsado socod ka badan socodkii caadada ahaa baa lala xaadsanaya lana orodna laba ogolaha dee waa xurmo darro la ruculayn maayo in la luudo sidii oo jirjirooyin loo socdo ama caroogii oo kalena lama ogolo siday gaaladu idan waa mukhaalafa lilyahuudi waannasaarana waa in laga leexdo orod xadgudub oo xurmo darro keenaya meydkiina khatar gelinaya ama uu naga faniini karaba aan naga fagan karo ama dadkii wadaba dhibaya lama ogolo wax u dhexaysaa la doonaya marka al-israacu biljanaaza ilaa qabriha waa mustaxabun cinda aljumhuur amarka ku yimidna waa amru istixbaabin cindahum ibnu xazm waa waajib buu leeyahay isagu maxallaha waa waajib buu yidhi al-israacu biljanaaza waa waajib maxaa yeelay buu yidhi nahyi soo ororay weeye amar baa soo oroy walaa saarifa lahu wax lagu sarfiyo lagaga leexiyo wujuubka ma hayo ijmacna ma guntamin nusuustuna waa ku caddahay halkaas usuu ka baxay وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزوج بن حرب النسائي جميعا لبدا وسوى الجرى عن ابن عيينة سفيان قال أبو بكر وحوجي حدثنا سفيان بن عيينة وموسى عن ابن عيينة مرينا مقعب عدي عن الزوري محمد بن مسلم بن شاب الزوري عن سعيد بن مسيب المخزومي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أسرعوا بالجنازة ميتك لا دقدق أما نعشك وسارين لا دقدق وقبرك لا دقدق أسرعوا بالجنازة ila alqabri baa loo jeeda fa in taku saalixa waa tacliiloo hadday tahay mid wanaagsan janaasadu yacni camalkeedii baa wanaagsan camalkada hadduu wanaagsanaado adaa wanaagsanaanaya salaaxu lcamalki camalki wanaaggiisii baa loo tiriyey faacilkii iyo caamilkii fa in taku janaasada hadday tahay saalixatan mid wanaagsan fa khayrun lacallahu qaala inuu nabigu yidhi laga yaabaa fa khayrun tuqadimuuna calayhi riwaayad jismiya baynu gaadhi doonaa
فخير بعد خير بعد تقدمونها جنازة أخر مريسان أما دو جينيسان عليه دوشيسا خير بعد جلنيسا جنازة لا دقدقة وقبر كذا رخص الجلي وحبال عدوجة محايا لي خير بعد كهرية وضي وناكسنيد خير بعد أود الدشيسين خير بعد أهويسين طيب وإن تكون غير ذلك هذا جنازة سدا أنا أيتها بمعنى هذا صوب بني وجنازة وناكسنيد تاي وعمل حميد وحمان فلو روحوا أها فشر شر بلايا تضعونه كده جنيسان عن رقابكم دكتيني قورين تنكين شر صار رابط كده جيسان شر إذا صار رابط والدين بعد كده جنيس إن تنضم بوح على قاتي صحبة الصالحين إني وناكسن تاي صحبة العشرة ما أي تاي هول بأن ليدته نو حيولي لدك دقة جنازته هذا وناكسن تاينا خير بلا سوء جيسا وضنا يسير هذا يدو حنت هاينا إذن كي بكفو قادي إذن كي باشر كفو قادي مرنا روحي اللي وداء الله وضنا هنا إياه وحلوله أردها إياه خير كي إنا لقد داها إنه دربا خير كو الله كلمه إلا أساق إنه ودنا هنا إياه هذا حنت هاينا إنه إنت نوحي مضان الله هاين وحاونا أكسن إنا كلفو قادي إنا كلفو قادي إنا كلفو قادي بادنا ساسو ويمركا فشر تضعون عن رقابكم محاكوشرة إني واجبتاي وناكسنتا إن لقد إرادو ددك أهل الشركة إني ضرورية حاجبة وعتموية حديثك جماعة الأنباورية بخاري مسلم ترمذي أبو داود بن ماجه النسائي ومن حديث الجماعة أخرجه ستة وحدثنا محمد رافع عن نيسابوري القشيري وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق ابن همام سعنا أبو بكر صاحب المصنف حديثكم كتاب كيسو كجرى مصنف كاء أخبرنا معمر وحدثنا يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي حدثنا روح بن عبادة القيسي حدثنا محمد بن أبي حفصة أبو سلمة البصري المصري عفوا كلاهما محمد بن حفصة معمر بأجيدة محمد بن أبي حفصة هذا أدن بيه سنة كورية تحويل كيسو كجرى أي معمر لبضى اسكسوا قبو معمر كلاهما لبضى ضبا عن الزهري محمد شاب زوري بحديث كبر قضانيان عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرها سيشيء أن في حديث معمر أبو عروة اليماني حديث سوحا كجرة قال سعيد وحويلي سعيد مسيب وحويلي لا أعلم حديث كمؤقي إلا رفع الحديث لا أعلمه حديث أبو هريرة مؤقي إلا رفع الحديث حديث كأنه رفعيه ونبقى قارسين بن أغيب يعني من قول أبي هريرة حديث كالطومرتين مسوى من فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الأحكام الشرعية إذا وحن في الأيام ولا ملاك أبدان يا حديث كونه قارسي أبو هريرة أو قارسي النبي أو النبي وكحجنا يه عليه الصلاة والسلام أنت حديث كمعمر بيكجرتا وكمجرت حديث محمد بن حفصة المصري كمجرتا وي رواه رد جازم أنا وينك صوم مري المهم لبدا ولاد معمر يه محمد بن أبي حفصة وحين متابعين يان ولاد كوريها صفيان ابن عيينة عن الزهري سوما هاي سداسو أوكياني مركة متابعك لو مركة سوعي لنا إياه وهذا مركة سعيد إيه زهري من متابعي أباهي هذا أصحاب الزهري باسم متابعي طريق الصفية ابن عيينة وكب الله عن الزهري عن سعيد مصيب عن أبي هريرة كدمنا متابعة محمد حفاف سيو حكوحجي معمر بكوحجي مركة وإن هذا سعيد إيه زهري من متابعة أوكياني يا مسلم وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى تجيب المصري وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون وحور حدثنا وقال الآخران لبضى شيخك الوحيد هذا أخبرنا بن وهب عبد الله بن وهب المصري أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي يونس بن يزيد الأيلي وحور متابعين يا هذا وذاديه صدح الثومرتين ابن عيينة إيه معمر إيه ابن أبي حفصة عمن شاب الزهري قال لكن خلافه طريق كالكورن إياه قال حدثني أبو أمامة واسمه أسعد مقعيس أسعد بالليل هذا وأنا مشهور بكنيتي حدثني أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنساري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مركاد وحوي وحال متابعين إياه وذاتك سعيد بن مصيب عن أبي هريرة وصو مركا أبو أمامة يا متابعي قال أبو روحول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي ولان مقلي أسرعوا بالجنازة ميتك لدك دقا وحباشة دربقية فإن كانت صالحة هدي وناكسنتهاي فقربتموها إلى الخير هدي وناكسنتهاي
خير بد ودجسن ودويسين خير بد وغيسين وان كانت غير ذلك افقبات سبا لا يدا شيء شركا ام حمها انت تعرب باب كرتو اما اثر بي كرتو وحاونا كسين اثر بي تود عرب باب اد كلا حتو ان عرب كو دجسد كو دفتو دخرتو هذين مركا مصلحه ايو دن كلا ايسن مشى امنين وان كانت غير ذلك سدا سي ان كان هدي تايوسن وناكسنين كان شرا تضعونه على رقابكم كان إسراع يدقدق وحنقنية شرا شري حمانه تضعونه وأتكد جسمه كدكتين عن رقابكم قوره إني يدقتي إني يتنكي إني حديث كي مركة ابن عمر بابك كن يدبى مركة حوجنة حديث كأبو هريرة يهضى أن صمر لبا طريق للغاكياني حديث ابن عمر سوء إذا مات أحدكم فلا تحبسوه متكين هدود انتم ميت كأسقا يعني لوحا نبن قريها لوحا ينين وأسرعوا به إلى قبره قبره سؤد الدجية طبراني بأسوه سارة بسند حسن سوى حافظك يولا ودادان ويضعيفيان وحكى الله من حديث أبو داود أن يكون مري من طريق من حديث حسين ابن الوحوح رضي الله تعالى عنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهلها مبنان من وراكسن قف مسلم ميت كسئن دحيا لولودا يه النبر يمدى ضدك أوكد انت الدحدي سواء دربو لقاضو مركزي لا نقصد أبو داود بينكم مرة صدح كون البقول كونتني السجال حديثك أصلا سنة كيسامورم باكوتشرة أصلكم مركواسي ده مر هدي الله بصدق ميت كينو نف بحي وإذا خاطرته عديان ضدك يقان نهوش أنا ده نينك وقدر إرتي وإن لودك دقو ديارين تيسي قبالين تيسي يسيدي درب الله حباي لها حقي سي مركز لقو تكدب سلفكم مركز يفق هذا ضد وآناء إني نوليهين ayagoo nool in la xabaala ay halis tahay ee ka digan waxay dhayn la dadka ay waa in laga fiirsado oo laga reebo lagana dambeeyo dadka kale in nabar ah hay soo qaatan mafluujka ninka qofka faalijka u dhintay waxa deenaga istroog u dhaqaana dhikar kuma ruux ku dhufto ee dhanka uu qallajiyo ayaa faalij la oran jiray ruuxa marka faalijka u dhinta waxa badan in ama maskaxdu wax gaareen ama wadnuhu xogo shaqada gabwalin uu sanaf bixin ruuxi مش أضم بيسروح وقد انتنا ومسكح وضنها ما وضنه الشقة قايبة لقيا با نخارت تنو كويل هذان روح والنولية مرك إلى الله في السنة يجريده سي الله حقي تنا يو لقمة دق دقي وحاكم إذا ضدك ومسك الصيري أما أما يسود وحبا صنت له روح إنه سر رابضا أما المية له أما المية اللي حقنا ولا ما دون نفبح كوم وقلي يا روح إلا مصبا سيدا أبيسا سيدا مصبا وليبا أبرسك وحباها الله متكا وليها مركا قلبيت كي قوطن كالدقائي وليها تنزانيان كي تذكا مصصك سيدا إلا إيدا وقار قيدا إيقانان سنك أساران محبالا مركا قيدا كلا سمران بيقرنا يروح ونفبح انت كوه الرئيسة أخترك أضب في الواد انت حبالا ما إلي حسابها نقا بعد من مركزتك هو إن له بصدق جيريدو ذا إن له بصدق وحاكم إذا مطعونك روح الضاعونك أقول أنت سياسة كلوي أنت بدن وحد على أسوقه نول إن لا دق دقو لما دون النف بحي تد نوع صفر بدن باجرة مركزتك هو لجس الرئب يا سير له بصدق نف بح جيريدو ذا لو حقيقي لكن أصل كوا إن لا دق دقو مركو ميتك أنا ويا هي صو النف بحين إن لحبال نوليو ولا قفير سنة يا أدب لو قبران دقي لكن انت كلي اصل كواسدا باب فضل الصلاه على الجنازه واتباعها وحو بابي هي فضل كوجه الجنازه ان لا راعه ان لو توكد عفوا ان لو توكد كدنا لا راعه حباش الله تكتو انت لغا حبا لغا دوغينا عرده لغو رغين الله جوقتو فضل كوجه قيمها كوجه وحدثني حديث كان طرق بدن بوليه هي مسلم مركه حديث كان اد بوو دخايا ما دام لا اسكم ما ضافي حديث كان طرق ديسه وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو رجع يسين أبو الطاهر كاسو عنك ويكون يدا سؤال أقول شيء مسلم وحرملة بن يحيى تجيب وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون وحرملة لفظ أن شيء قد درم مرها أن شيء قد دونه سند كوالا وذا جاي وحاس كلب هارون بن سعيد يو وذاك حرملها قال هارون لكن وحيري في الرواية حدثنا وقال الآخران وحيدا المكي سند كشيقيين أخبرنا ابن وهب بن عبد الله أخبرنا يونس يعني ابن يزيد الأيلي عن شاب الزهري محمد بن مسلم بن شاب الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله من شهد الجنازة قفك كقيب قالا جنازة ميت كمسلم كروحي كقيب قالا إلا جوغا لقدي سي كفنكي سي كرتشوغا حتى يصلى عليها إلا لقد كذو فله قيراط أجر وين بولاه فله حوال قيراط بور أجر قولا أما على وحاوتقانا أيولي هاي أو أجر ومن شهدها جنازة الروح كقيب قالا إلا جوغا حتى تدفن إلى الدقور لحباله فله ننكا وحاو هذي قيراطان لبا بوروت لبا قو أجر يوهلي حتى ودو جدا حق السنة كو يونس زهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة وسنة كطريسة يونس بن زيد الأيلي عن شاب الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة مركا طريق خلاط أركي دونتانو يا دارك معمر معمر بايمان دون عن الزهري عن سعيد المصيب عن أبي هريرة ومركا مخالفة وأرض الزهري بأس خلافي أرض يونس هو من أثبت الناس في الزهري كذلك معمر أصنوى من أثبت الناس في الزهري بكجراي يونس أصوى حديثك وحكده من حديث الزهري من عن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج وعن أبي هريرة ميشا معمر يوداد كي محمد بن حفصة طريقه رقصه مرتين يصوى الزهري وحكاق هذا الجري أي كوريين أي كده من حديث الزهري عن سعيد بن مصيب عن أبي هريرة مركا لبضى هالكاسين مرين يونس نهالكاسين مري طريقه مركا آد باللغو مرمي مسلم مركا وحو أركا لبضى الطريق بين السحيه أو شيخه أما أرضيه علماء بضم بيالن كرا هل حديث يا هل مسألة يا هل فطوحة كده جيسن كرتا طبعا شيخ مركز ربطنا كل بشيخ بدو تير مرنا واد جمعين ويا كوشك الشيخ إبل ياد كلا تقنبغ الشيخ إبل مرنا وحادي الشيخ إبل الشيخ إبل وحي إيشيك إن سيدا إي سيدا مرنا واد كلا صرفي مرنا واد جملين مرنا واد تفارقين انتو ويبنات وين سمين رواد مركا صادرت الدار قدني بحديثك اللي هو طرق دي سوحي حديثك وحوري ابن شاب الزهري واختلف عليه والاسكم ما اندافي يونس قاب اووري معمر ايو محمد بن ابي حفصة المصري نقاب اووري وحوري والقولان محفوظان والقولان محفوظان يعني والطريقان رواية لبدا الرواية وزهري كد الوريقيس مرنا زهري ودقاتي حق آسي ابن هرمز عن أبي هريرة مرنا ودقاتي عن سعيد المصيب عن أبي هريرة لبضوا والله باب الرواي سغيين عن السحابة وعن رسول الله دار قد نسيدا سويل هذا مجل رقم ككون لحب قول سديتني أفر وانا سيدو مسلم قابوه وانا سيدو مسلم قابوه سيدا سويل طيب فله قراطان إنك اللباء جربوا لها قيل وحال ليلي وما القراطان نبي الله قراطانكم محيه نبي قال له ويدي قراطان محال نبي الله كودا أبو هريرة كم يرقى ويدي صحابة بويديس قال سبحانه وحيلي مثل الجبلين العظيمين لبقوا ووين وكلوي قراطكم مرنا سنتيادة ديناركم نغضا ديناركم مكالا شري شري مي أما سنتي اللوبة دولي درور على قد قوالي هذا العقب النغضا مر ألد وحلو قبا قيب يرو كميدو النغضا هذا واحد لوجه هو مقدار وآلد واحد لغمي زامو أجر كالغمي زامو أو لغوص سرقوست عند الله سبحانه وتعالى إنه ما قرنين وبروين أجر كإنتا جارة يا إلهي قيراط ويقاننا نبي محمد باني نوشي لك واحد نوغان قرن كرو ما نبي مكال لويدين وحيد وكوسر دوي بورتو إحيد وكال واحد لأقوي قوغا إحيد واحد لأقوي أجر كالغاه الله انتهى حديث أبي الطاهر حديث أبي الطاهر با انتهى قرن ماضي وزاد الآخران لبدو وزاد كلاها يحرم لأيه هارون يقول حيكو الدارين قال ابن شاب وحيولي قال سالم ابن عبدين بن عمر وحيولي وكان ابن عمر آبه ابن عمر وحوها يصلي كيتو كذا عليه جنازة كنت كنجري ثم ينصرف وقدوم الجر وسوق ميت كنت الله صارها أيه مساعدك لقد كان أما مصلها لقيني وكنت كان أيه مره كنت كذنا وسكت ونقنشر فلما بلغ حديث أبي هريرة حديث كبير المكوس وقعري يا أها نك جنازة كنت كذا إيه لتشو إلى اللي كنت كذا برق أجر ولاه نك الراعة وحباش الراعة إلى اللي دوجوا الحبالنا لبقوا أجر ولاه مركم مغلي قال ابن عروحوري
لقد ضيعنا قراريط كثيرة ولا وحان ضيعني أن كجاب النيوي وحان كجاب الني بروا وين وفربضون أجرة وأنت لتكذب بس كنا قن شري حواش أمم الرعجين أنت بدن مركو حي دافي بربضن يقوي وين وأجرة دافون ضيعي بورن شري والحديث أخرجه الجماعة هرام بن سوشن وحال سعي الرواية وبخاري وريو حديث كمذا وحاكتمت من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وحلقها الله أيه وضدك مسلمين تجنازة دود وحلقوتو كذا دواء أيها مقال بلقوتو كذا مايا مركات راعي سيأجرك القوقري وحاشر دا إن أضر راعضه إلهي درتي يأجر أدكيه شيد يحقق قفك مسلم كأقول أدقدتي هذا ذكر هذا وحلقوني هي بالمان تجنازة متشوقين أولها الصمالية يقول لها ريم مقالك بضن كو حيوت كان جنازوين كهي هلا قاعد حركوا كم وقت هبل الجنازة دي زي هبل وقت شو هلا يدا أو شو أسكت إلى لي نية صالحة مركز أوه إذا أسكت شو وعمل ضايع أوه قران كنا أسكت وطا نية صفاية جماعة من السلف وأنا قصوا مري عروضه مركز تربينا يان أوش وقاتان وأنا يقرعان ربان هدي نية فعل أسكت أوش وأسكت دي كتيرين أوش وأسكت دي كتيرين بل وادم بيسوق هذا بسحاق الشرازي بكشكي أباي مركان وحون سمايو بركة قارقوي قلب أنت سوقات مكر يودفته يسكدي كشري أبو محقو قدعه حناق سين أنكو قرع عن مركو الربيع لكن تربية وإله أوقع عبسو والمهد إدبي كما عين مركان يدا أنصاف قريون أنصت قري وأنكو قرع دونا وحول بوت ثمين وين نية نقط يسكبه ده ما هذا المرة انتهى أبو بين بابو كنا صار حق دورتي حلو سعطان كويدي هبل متشوقة ها سيدا كوايو مالها شحات بكرة بو ولاد ماشي قاضي هيا بس كتشرة أما سياسي ماشي سوي ستاي قاضي هيا حسابها اسك الصحة إيمان هي على الرومين يقفك مسلم كأن انت حقي سوى تسكر دورته هي ثواء أجر دوند وأنا ذو الرعب هذيك الحسابها ما هي ليست أنت مهلا يسيت هؤلاء كلهم مركّ حقينا تقول توا مسلك لكن أجر كان ومهلا يسوت كقضيسة إيمانا واحتسابا شرط هو لو عمل قيمة بدنه حدثنا هو أبو بكر ويشيب صدوق كله وحدثنا عبد الله على ابن عبد الله على السامي ح وحدثنا ابن رافع محمد رافع القشيري وعبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر كلاهما عن عبد الله على إيوه يو عبد الرزاق وي كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي نبي وكقات الصحابي وحديثك إلى قوله الجبلين العظيمين مثل الجبلين العظيمين انت سكوري ولم يذكر ميسن شيغن كوين شيغن ولم يذكر ميسن شيغن عبد العلي يا عبد الرزاق ميسن شيغن عن معمر ميسن كشيغن ما بعده وحكة بيوها عبد الله بن عمر با وقو صلاة مكو كتك جنازة اسكتك جري كدبنا حديث يبرر مقلي وحون أرن جري قوي بدون أجر دافون ضيعون كقابي وفي حديث عبد الأعلى وحاكو يمد حديث عبد الأعلى وحاكو يمد ومدك عبد الرزاق عن معمر أن كجرين حتى يفرغ منها حتى يفرغ منها إلى لغفر حشو حوالي دي دو قديد وفي حديث عبد الرزاق لفظ عبد الرزاق وحا كجرة حتى توضع في اللحد إلى إيل كالردقو وهذا إيل كمر كالردقو أتصوتكتو لبضي قراد والليضة ومد رواية دنبي مد هورنا حتى يفرغ منها إلى سفع اللودو وعيد اللقرقو وهوش الله قاتيو لقدر لو مركز يفرغ منها وحلو حمبارك حتى توضع في اللحد أما توضع في اللحد وحلو حمبارك حتى يفرغ منها لبضب لأن فراغ أياك كم عن بلاران لحد ولا دقو حافظ قصو روايات بدنا ندور مكو كان كاني والرواية حتى وحوك حتى يسوى عليها التراب إلى عيد الغص يمه سفي عن وحيرو حديعك ارتك أجر كقيراتك إنه كغب الله وطلبات إيل كمرك الله دقو لكن قيراتك بورتي الوسين أجر كهيد أياك لوين وحيقوه إنت بورت مركة
aad ka soo tagto ayadoo ciidii intii lagu rogay oo la buuxiyey la taagay calaamadii loo sameeyay qabriga lagu garan lahaa intii yaray kor loo soo qaadi jiray ee lagaga soocay dhulka sameeyay lagaga soocayay markaasaad ajirku buurta u weynaad helaysa laakiin buurtu waxay ku bilaabanaysaa iilka marka la dhigo ruuxa asugu qaabkaas uu jimci waana fiqi fiican wey laakiin taqdiirka iyo tafsiilka wuxuu baarayaa nas gooni ah waxaa dhici kartaa hawsha inay tahay riwaaya bilmacna riwaaya bilmacna inay tahay baa dhici karta مسلم رحمة الله تعالى على حديث كان طرق يسوى كغا هاللي كتاب كسي التمييز قطع الله لقطع بعي التمييز كتاب لأو مسلم ليه هاي باجرو قيب وعلل يكسب سن رجال رقم كسيديتني أفراد إلى سيديتني لحبه كغا هاللي طرق ذا محفوظة طرق ذا نوكردقي طريق كجرو وكردقي أفر قيرات أفر قيرات شغيب الوا منكر وحكوا فقيني مجرو ninki janaasada yimaada ilaa la soo bixiyo buur ajir u leeyahay ilaa lagu tukado buur labaad ilaa la qado xabaasha la tago buur saddexaad ilaa carada lagu rogo laga soo dareero buur afraad afarta xadiis sheegay baa jir xulkan isagu waa waham aan shuqu lagu lahayno laa lafdi walaa sanad wax ku raacay ma jiro turuqda maxfuuda waa turuqdan buu muslim sheegay halkaasuu ku faahfaahiyaa la fiiri وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي أبيه مركزي شعيب بن الليث عن جدي أوغي عبد الملك أوغي أوغي نوى الليث بن سعد المصري إمام كدقرنا إسانا قيمها بطنا قال الليث وحيري حدثني عقيل ابن خالد بن عقيل عن شاب الزهري أنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة طريقا مركوا طريق لابدي طريقه هربك الدول طريق روحوها يونس عن شاب الزهري عن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة كيد دنبنا وحوها معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة هذا وحاطه إنسان زهري وعقيل بن خالد بن عقيل وكقاضنا أيه خلافها يا معمر وحو خلافي يونس بو خلاف يونس حديث كيسوحوها يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره واتصور مرتين وحديثك الغب الله بابك حديثك معمرنا وحوى معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب المخزومي عن ابي هريره وذات كان عقيل ابن خالد بن عقيل اصغنا اصحاب الزهري كم يدور رقا واوينا ونين لفوسين كان انا هين وحكوا ريع من شاب الزهري قال ابن شاب حدثني رجال عن ابي هريره ركوحا اي حديثك ايجت بي ابو هريره ايجا الشيخ ورك رجاشا مرقا هادع كرتين يهين سعيديو سعيدي عرج وياه دي شيخ مربو فهمي سنة يا او رقا حديثه كقاتي ابتر كودي وحو رمبا وفكا ساري مرنا نما انكو كالصونا يبا ايشيك بسخدي وصوصو قاب سنة يا مرنا رقبا ايغشيك وذاتكو كليه inta buu way dhacdaa adiga hadda marka su'aal lagu weydiiyo waxa laga yaabaa inaad tahay waxa uu banaan yahay ama ma banaan ama waa sida marka waad mashquulshan tahay waad degdegaysaa ama ma fahmaysidba oo galabtada shaah cabinba waad hahaamsanaysaa waad ka soo gaabsa marna adoo fahmaysan bay kugu soo aadiyo mas'alada daliilkeedu min kitaabi illaahi wa sunnati rasuuli wa ijmaaci lumma iyo qiyaas baad ku dhufanaysaa waad marqaansantahay xogogu waad fahmaysanta مرك عند النشاط الرواية في النشاط وغير الرواية في غير النشاط وأنا أقول له أقول ياوي سيدا درت محدث حقوبة حديثي أقول إنه موصوله إرسالنا يعني من متصل منقطع كده يعني من مرفوع موقوف كده يعني مرك يفهم يسيين أبتر كيقول ما يستريا هذا يقول يا طيريه بالبات كأقابس مرة عادي هوس تجيب كأوجا بتشي هذا لو قدر سنب kolo waxay ku xiran tahay qaabka nashaadka iyo ardayga bay ku xiran tahay marna dawadaadan oo bixaraaq jiray hadda korba marka shaqeeyo magayay wadaadan marba ma sanad bal la weydiin karin ardaygi aamash ka qaatay xafs miqyaatuna aan umarinaya ayaa maal xadiis weydiiyay aamash nin wuxuu aqalafsan oo ku adag xagga riwaayada ardayna aad buu idbin jiray ay wuxuu lahaa ardayda ku diro markii loo yimaaday xadiis baan ka rabnaa ay uu tababaray buu dhigi miduu kabta ka gooyay miduu kor u qaaday beer kaga dhaco miduu caliyay miduu qeyno fish baa la galasiin ardayga soo noqday samri waaya eeyga
مالن كستو عارسده ان سو نوقدو يو ديجري اي انتو كلا هادو حديثو ييرين جيري نيكا واخا واخ والان با وي اي لا ورداي شيخ ما داف حديث موسى زين جيري نادو ادق بو اها مركو ايغا كدنتينا تعسيبه او فريستاي ايغا ادم با كدنت كاز مخا كو دحاي مات اليوم حارس الحديث بول حارس السنه ما انت وحا دنتي نيكي الى لين جيري سنه يا حديث نادو مخا و جدا ايغا كدنتي وي من كو ادق بو روايه ما ارضي با مال سند وي حديث بو ويدو او شيغ كاز ما حديث سند كي سيما ربا ما اسناده ما اسناده ارضي انت كبود هلكا عنها او قبت يدربي صاري ارضي يوسف فرق فرق لما نفط كبخي غادي بو سيداي اسو سر سما كو دحاي بوري هذا اسناده حديث كي ويد سند كي سوا مخاي سند كي سوا كابو لو ما عنها اللي اسكو دغا وسند بوري عنها اللي اسكو دغو يا وسند اذا درو قدريمه يدرو قدنا يعني لو حاجه يقول يا ارضو ولادك قلقدد ويستاغون دها كغلو ايد بسنين كواس ولا مخي ربا ان لا يلاهدو هذا اسناده يا ربا اسقينا علي يرحمه قال لي كدغي المهم حدثني الرجال والرقاص وحوجه ذا ورق حديثك كقاتي ابو هريره كقاتي صدح ولاد بونا شيء دونا مسلم ولا بوا تو مرتين من وحوا ابن هرمز عبد الرحمن بن هرمز الاعرج من وحواها سعيد بن مصيب وحاكله ايمن دونا خباب ابن سائب نيك لو رجل با ايمان دونا سونا عن ابي هريره رقاص وجد عيد كلام ما صدرتيت وذات كيس كلا الغر المجموعه في الاحاديث المقطوعه في صحيح مسلم حديث كان وحوري لما ديكر وا منقطع حدثني رجال حاكم بحو اسو كتريا علومتيسا معرفه علوم الحديث وحو كشيغا سدان او كلا ان اي حديث منقطع نقون او متصل سنقونين وحو وافقين ما جرو سدان راجعه ابهام بالله يلا لا لم يلا انقطع سندك هو متصل لكن محل لا يقولون واسطة مرك إبهام يجهالي كشك لكن هذين انقطع الشيء مرق الحور حديثك ومتصل رقى الشيء جينا وحاوي رقى العدية أرضي أبو ريلا اللوجي ذا مرق أدب ودفاع وحنا تصي إن رجال شو سلايين بخاري ما وري حديثك من طريق الزبيدي عن الزهري عن الزهري عن سعيد والأعرج معا سوى اسكو قبطي سعيد مصيب ايو يا عبد الرحمن هرمز الاعرج اسكو قبطي بكوريا مركا و زوري ما مرنا علماء نو كلا فسري جيري مرنا اسكو قبن جيري مرنا ابهامين جيري انت ان با لغا ودا اي ما ها انقطاع ايو اي لم دم مسلمين او بين انو عيليه او ماركو حق الايمان دون ابو صالح واسونا دي ايمان دون رغوا بدين يقول حديثك قادني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر حديثك معمر وكلو شيغي عقيل با شيغي وزوري كشيغي وقال وحون عقيل مركو حديثك زوري كقادني ومن اتبعها روح الراعه حتى تدفن اسون فله قيراط اتبعها حتى تدفن الفاظه يركل الدواني حق الناس معناها ايو امامك ربا انه سجونا وتوكتو وحدثني محمد حاتم بن ميمون السمين حدثنا بهز بن اسد العمي حدثنا وهيب بن خالد السلمي حدثني سهيل عن ابي ابيه سهيل بن ابي صالح بل ابينا وابو صالح السمان ذكوان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه اذا رجال عن ابي هريره وحين مرينا رقبا بين مرينا او كقاتي لكن وحزور مري وحين صوم مرينا هذا لا بين صوم مر وحزور مري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازه انك جنازه كنت كذا ولم يتبع حق النآن راعين قبرك أرعيني حباشة فله قيراط بور أجر إليها يقو فإن تبعها دور راعه فله قيراط لبقوا أجر إليه قيل وحالي وما القيراطان قيراطان كن نبي الله محيين قال النبي حر أصغرهما لبدا بور مد أير لبدا قوم مدك أير وحوي مثل أحد بورت أحد وكلا وينك أجر أدو وين وين سهيل بن أبي صالح والغو راعي حديث كسويل ما دام او سن رق جباو الحفظ والاتقان رق وين درجه كوباد لا ما دغ درجه لباد با لغيا ودادنا ودرجه كوباد بي كو ريحان اذا صادرت اعمش با متابعين اعمش با متابعين محمس مرك قد ساو يلي ميلي ادن بيس بو كو كيني متابعات كي بو كو كيني خاصه الروايه عن ابيه بو كان او ويلك وحا بدن انو هيو انت بدن علمي ابي قبيغيسي هذا لديسي انت بدن ويلك دو الفريده ياي أبيه دخل كسو كاغا فيعانيا حقته قاهي ادو كما هيسي كود الاسك لو سهل اسك جرابوت كو ورقين با او اسك ما حسن باجرا
وحدثنا شيبان بن فروخة حدثنا جرير يعني ابن حازم جرير بن عبد الحميد بهل كان دعاس مركه وكاحترازيا وصدنا وخلط من ميل كفو ميشا نافعنا مربو بتقابا مركو سنة كن نازل ياي. حدثنا جرير يعني ابن حازم الأزدي حدثنا نافع مولى ابن عمر قال وحول نافع قيل لابن عمر ابن عمر وحال لغيري نك كويري قائلك أنا وخباب بن سائب المدني وإمان دونا سنة كدير بكو إمان دونا أو شايد بكو إمان دونا ابن عمر وحال لغيري إن أبا هريرة يقول أبو هريرة وحولي هاي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة نك جنازة راعة فله قيراط من الأجر بروين بلو أجر وثوابه. فقال ابن عمر وحيري أكثر علينا أبو هريرة رواية حديث كنت نقول بديي كل بو حانا نقيم بو شيغ هيا وحانا بقى أننا كم مقال يو شيغ هيا وانا دو رواية أولي أو شيغ هيا حديث كنت شيغ أبو هريرة وهو الخلاف سن كان الدوان رقن كي أكون رقم جري ابن عمر وحان رقم كوة هين ووحي أدوات كدين ديجن ترتي خلاف سمك هذا رتكور بدو بودي وذن كري ما نأرك جري ما نم قلب لسه بودي ابن عمر تيبا قبصتي انتو كنتو كذن بس كده قاق جري وحنو أركاي أجر كودن بيان وهايو وحلا يري وحكام بغنبور لنا أجره عور أكثر علينا أبو هريرة إكثار كاسنا مركو حو أركا أبو هريرة موسى تونسين هل سحابي أو تونسنا أبو هريرة في الكذب كتونسنا يا إنه وإحنا بكوبنا أبو رتمتشين لكن وحكي بقية ما دام النبي وهرد إنتي مدد النبي قال له شو قلنا إسكي رايت نسيان يا غلط نسيان صور مساكتين اسموتين هفت طيب فبعث إلى عائشة ابن عمر باع عائشة وفرين دري حرع هوي أبو هريرة حديث كان شجع له وح مكان مغش النبي فسأله وويدي فصدقت أبا هريرة أبا هريرة رمي سوحي ورنتي سيدا وقوشي قال نبي أنا كم مقلي ابن عمر مركة قيد با كدومي فقال ابن عمر وحيري لقد فرطنا حنكو قبط فلي في قراريط كثيرة بربضان وأجر أيان ضيعني بول رانا وين صوم الرأي حديث رواية أولية في خارج صحيحي وحاكوي من أنه يري مركو حديثك سال الله وعدي يحول يا أبا هريرة أنت أعلمنا برسول الله وأحفظنا بأحاديثه أنت أعلمنا برسول الله وأحفظنا لحديثه وحاطة هاي ننك نويق أن أحاديثنا محمد نبينا أغال بدن هران مرك أنت أدهين قد باكوري أبو هرير الله شهو حي من عمر ووقون سلوش وحيور لقد أكثر علينا أبو هرير وحيوري واقرتيو أنوغو كما مشغول جرين تمر إعنا بلا تلاله وكان النبي هو سفر ديبرون وحقرن هاي وحنا حفظين هاي أسوي حكومة مشغول سنة بري أبين وطلعوا تمرت اللي لما أبو رين تبدأنا والله طلع أنتي لصوفو تيا ملك إلا جلسي ده موسكو كله وضع ركتي كم مشغول جرين برو بغرس الودي إن حيد كتمرت اللي قطميه ولا بصفقة الأسواق يا كم يسري كم يقول يا بيع يا شراء كم مشغول سنة إن يرو بيا مع إن يرو دان راشين هلو نبي كان هوس بريسن شريبود مرك محاني قدم بكو قلي وما ينا النبي قاعد حلك يصير ضيع عيب أنا أنا وحف ذي بيو قن صدى هنجاب ده سكوه رزوع من عمر سوق قاردي إنه أبو رؤوسا قرابين أولي بهنجابي بالله عايشنا حتر ورنتي محمد قدم من إنه يسدي من الرجع ما كان لقى قرأ له وينه يسدي أنت علمنا برسول الله وأحفظنا لحديثه ويكسر قن طاي من سيدايري حدثني محمد حاتم من ميمون السمي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان ليشكري حدثني ابو حازم هذا واحد هيسانين كل واحد كقادان يا ابو هريره ابو حازم سلمان الاشجعي وذكرنيسان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازه منك كنت كذا جنازه فله قيراط وهو هذه بور وين اجره ومن اتبعه روح الجنازه الراعه حتى توضع في القبر إلى إيل كالدقو قبر لقدو يقول لقو حباله فقيراطاني لبب رتب لأجره قال قلت يا أبا هريرة وحانكو أبا هريرة
وما القراط نيكو رنها يدقائلكو أبو حازم أرضي وحكا قادني قال حولي مثل أحد النبي أنا سيدا وقف فسري بورت أحد وحلقك وهي سنة كان هدى على هيسان بنفسه بكوري مسلم حديثك في التمييز في كتاب التمييز لمبركا سيديتني الشانات كفري. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد القصير حدثني حيوة بن شريح التجيبي حدثني أبو صخر واسمه حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه حدثه حوشي أن داود بن عامر ابن سعد بن وقاص الزهري حدثه عن أبيه أبيه ومركا سعد بن وقاص عفوا عامر بن ربع عامر بن سعد لولك داود أنه كان قاعدا عامر بن سعد بوحوها متفردية عند عبد الله بن عمر بولا فردية عبد الله بن عمر أكتيس أيو فردية اطلع وحال مرسو يدي سوق عبد الله بن عمر أكفر يا عامر بن سعد بأكفر دي خباب صاحب المقصورة خباب ابن السائب الليل هذا المدني خباب ابن السائب المدني وتابعي ما هو صحابي الله سكوهية إنه تابعي يبان لو بدان يا يقولين هو مخضرا بيد هذا إنه سوق عري إدراك رؤي إدراك بلي الرؤيا ما لا يلين ما إنه حليه وابني هذا كود صاحب المقصور مقصورة هنا إن لو تشذي أبدان تاي وحلو يقبحي صاحب المقصورة ودو عدين واي مقصوره لكن وغرغي يرى مساجد كلا حديث جري واجد بلغو الى ان جري ائمه مكي خوارج تبلابن ان اي لايان ائمه المسلمين تي مدخوده تلسكودا غرو ولبو غرو وين لا دحديسو ير او واخ لو كيسدا اما قخ مسؤولكا لو قريا مقصوره لسك يدا دد خاص ام بانا غلو دد كلا وا لو ديدا اطلع وحمر صويد خباب ابن سائب المدني صاحب المقصورة قل كيرك مسؤولك كأنجر فقال وحولي يا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو ما مقشد موادا مقلن يمن مقشي صاحبك أبو روح وليه وحوشي إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحوم مقلي أمشي إنه مقلي رسولك إله يو له من خرج مع جنازة من بيتها نيكي جنازة كلابحة قريكي لغا قاضي وصلى عليها كتو كذا ثم طبيعها الرعاتة تدفن إلى اللدوغو اللي حباله كان له قيراطان من أجر لببو رودو أما لبقو ووين أجر وليه كل قيراط قو كستوحو ليه مثل أحد أحد وكالي ومن صلى عليها نيكي كتو كذا ثم رجع الله ابتنى ون حباش الراعين كان لهم من الأجر مثل أحد لباب ورد ماله وحده كله هي فأرسل ابن عمر خبابا ابن عمر با وحود دري خباب إلى عائشة ودري يسأل وأسوقه ويديني عن قول أبي هريرة عن رواية أبي هريرة ثم يرجع إليه إنه أصول الله بتقول دري وفيخبره وشيء ما قال عائشة وحده إيسو النقو سو ويدي عائشة إن أصول الله بوركي إيسو شيء وأخذ ابن عمر وحو قاتي عن طوب صدي قبضة عن طوب من حصل مسجدي مسجد كمركا لا دحفر يا قرور حيسيان نيسكي يتموحي عن طوب صدي هو شو هذا وحمية مركا الحقوق تشكو غفر ما أما أدد فكريس قرب الله وحبات تشبينه أما فرها الله مجوشين أما عيدي وحبات ياد عنتو ياد غاريس مركا فكر بأوقي أدب هو شو أغحان صدي أجرك بدن الرافي وأخذ وحو من عمر قادوا الله عي قبضة عن طوب من حصل المسجد يقلبها سوى الركرقية في يدي قعنت حتى رجع إليه الرسول إلى أصول نقضي ننك أدري خبابها فقال وحول ننك خبابها قال عائشة وحيت لي ابن عمر هو الباكو تالي صدق أبو هريرة أبو الرنب الشيغي سيدا نبي محمد با أورنشري فضرب ابن عمر ابن عمر وحكو دفتي بالحصى قروري الذي كان في يدك عند سكوتشري الأرض لك كصيري مسيدك بكعلي واصيري عكوي أضي كاهلو ضهوش يعني محا أجر بنا يدافي وكحن وصل ثم قال وحل قد فرطنا وحن خوك بوت فلي في قرارات كثيرة قوية بدون أجر أيان الدافي انت انتان صلاة كنت كن أنا سكن قنشري وحدثنا محمد بشار بن دار شيخ الجماعة قال حدثنا يحيى يعني سعيد القطان حدثنا شعب بن الحجاج حدثني قتادة بن دعامة السدوسي عن سالم بن بالجعد عن معدان بن طلحة اليعمري يعمري عفوا الشامي عن ثوبان رقي علمه كفى في الشام كفى فيه وهني كان مع دائم طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وحور رباه
ابن وكان حديثك أبو هريرة وكان مسلم لبا مخراتي شاهد من حديث عائشة وشاهد من حديث ثوبان مولى رسول الله مرك ابن عمر هذا أبو هريرة قنصن الله عائشة محاد قصمين وي محاد قصمين نبي محمد صاحب كيسي خاص كاي أديه سي موليه سنة آية ثوبان هذا يعني أبو هريرة وحو حفظي وحي أدو قاضن حفظين صاحب قار كنا يهيئ مسلم صاص الربعين وكيداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة جنازة كنت كذا كان صراع قري كصراع فله قراط بور أجرو ليه فإن شهد دفنها هدو قوب جو نغضه قصم وحكحب على شرد ما وينو جو قوب تجوغا أي شرد إيه فله قراطان لبقوا أجرو ليه سرادك وكهلي إيك وكهلي إلى حباشي لدقي جوغتان كتشوغ القراط مثل أحد قيرات كنا وقو ودقمة وحدو كلا حديث كان مركة ثوبان متابعات كسور بعض إنه عد يوم مسلم وحدثنا ابن بشار بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أبي هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي قال حد وحدثنا ابن المثنى مر لبعض مسلم كنا قضي محمد المثنى أبو موسى البصري من شيوخ الجماعة وحدثنا ابن أبي عدي محمد ابن إبراهيم وذكرنا إسحاق ابن أبي عدي عن سعيد ابن أبي عروبة اليشكري حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان مسلم الصفار حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار كلهم رمانتود كلهم يوجد وصدح دولات ولادك كوبات كيبوها هشام رهاد معاذ بن هشام حدثني أبي سو هشام بن عبد الله الدستوائي ما هشام بأوه الرئية وحدثنا ابن مصنع مسلم سنة لبعض بالله كاسنا سعيد مبي عروب كتشوك سدي كي صدحاتنا حكتشوك سدي أبان ابن يزيد العطار كلهم صدح ذا هشام بن عبد الله الدستوائي يسعيد مبي عروبة إيو أبان عن قتادة بن دعامة السدوسي بهذا الإسناد مثله سنة كذا صوم مرتين أو كلي كورين حق اللفظي سنة كنا كياها قتادة عن سالم نبي الجعد عن معدان نبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انت صوحي وشيخ وجيد وفي حديث سعيد ابن ابي عروبه وهشام ابن ابي عبد الله الدستوائي هشام كوموس شيخ هذا مركو ورنا مسلم يقول مرعى موسى كو شيخ مرعى موسى كو شيخ مخو كو شيخ واي مركو قادنا اي ايا وحا لو وري حدثني ابي لم ادهين حدثني هشام لكن اباه مقع سوا لا يقانا وذات عانا ويو جبل رقو اي سنده كود لو رغتو كميديا وهشام وحكجر سئل النبي نبي قال لويدي عن القراط قراط قال لويدي انتو ياي فقال وحوري مثل احد احد وكلو حق وينك انتو اللي ياي حديث كان ابو هريره قيمها بضان بابك كيمت وانا اصح حديثي في الباب ولذلك اسكو وافع عن جماعه ودوريين اسكون الراعين وحو شاهد اوكي حديث عائشه مخراتو دغاي هذا حديث ثوبان مولى رسول الله وحاكل حديثك اللوري أبو هريرة اللورية سقال صحابي أوكله أما سديد كوي يطمن صحابي بقى لغورية أما الله يطمن صحابي مركا لغريبو أبو هريرة لغوريبو أبو هريرة كوي يطمن كصدح كميدا يا شيغي مسلم باشيغي كوي يطمن كأما الله يطمن حديثك ورية وحاكميدا رقع حديثك ورية وكسوغن يزال راجع ابن مسعود عند البزار وحاوري براء بن عازب وحاوري ابو سعيد الخدري وصدح وحاكلوا وري زيد بن ثابت افر وحاكلوا وري انس بن مالك شن وحاوري ابي بن كعب سلح ما وحاكلوا وري عبد الله المغفل المزني سوره الضبص واثلة من الاسقعنا ووري ميغان مرينا سديد حفصه بنت عمر سقال كاس حبنا ووريان صدح دور قدر لبي طبعاً كحديث بابك كويمت حديثك أقول لي توا حديث أنك تستطع في كوي أنت كلا وحديث صحيحة أما حسنة أما شوائد أنا لقوح وجنة يوي مركب بابك وباب محفوظ على الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح هنا وحديث أبي هريرة في الصحيحين والله سبحانه وتعالى أعلم.